تعتبر السياحة الجبلية من أبرز أنواع السياحة، فهي تشد اهتمام الراغبين في الاستمتاع بالطبيعة بعيداً عن صخب المدينة، والعناية بها تساعد على ترقية الاقتصاد. والجزائر تزخر بالعديد من المناطق الجبلية التي يمكن أن تشد محبي هذا النوع من السياحة إلى بلادنا بفضل جمالها الطبيعي الذي يذهب بالألباب، وعليه تحتل المناطق الجبلية الجزائرية حيزاً كبيراً ضمن اهتمامات جريدة السياحي. جريدة السياحة الأولى في الجزائر.